كل حالة من هذه الحالات وضع الله لها عنصرا من عناصر كتاب، الخوف والغم والمكر بيك وطلب الدنيا وزينتها. قال سيدي جعفر ايه؟ عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. الله اكبر. الله يبقى كل ما تكون خايف من حاجه لا تحصل قل ايه؟ قل انا مش شارد في الكل وحدي، ده انا ليا رب. ده انت لما تكون ماشي ومعاك جنيه ويقع منك، ان كان ما عندكش غيره تزعل، وان كان عندك 20 جنيه في البيت، طب وان كان عندك 100 في البنك. اذا كل واحد ما يكون رصيد ما يعوزوش اللي فات، انما اللي يزعل مين؟ ما عندوش الا الجنيه ده، طب هيعمل ايه ويعمل مش عارف ايه؟ طب واللي له رب بقى؟ فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ومش بس له، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله لأني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك.